نروح بسنت الموضوع تاني معانا، الاهتمام بالمشروعات والتنمية في محافظات الجمهورية مستمر على كافة المحافظات، وتحديدا الصعيد بقى ليه نصيب كبير جدا من المشروعات التنموية، وأصبح واضح وبقوة الفترة الأخيرة يعني مجموعة كده من الأولويات الخاصة للحكومة لتنمية الصعيد، توفير حياة كريمة لأهلنا في الصعيد. وده اللي خلانا النهاردة يعني نحاول نفتح الموضوع أكتر مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، ونعرف منه آخر تطورات المشروعات الحديثة اللي موجودة دلوقتي في صعيد مصر. بالضبط يا محمد، خلونا دلوقتي نرحب بطبعا سيادة اللواء اللي معانا عبر الهاتف دلوقتي. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير سيدة بسام، تحياتي لحضرتك والأستاذ محمد والسادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. يعني في البداية حابين حضرتك تكلمنا عن مشروع محطة قطارات الصعيد ببشتيل، الفكرة جت إزاي وأسباب الإنشاء كانت عاملة إزاي أو جت منين من الأول؟ هو طبعا اللي خلينا نرى مشهد الصعيد في خلال 10 سنوات والإنجازات اللي اتحققت في الصعيد، وأهم هذه الإنجازات هي محاور التنمية، وطبعا الطرق والمحاور والكباري وخطوط السكه الحديد والتوجيهات القياده السياسيه لجميع اجهزه الدوله باحداث طفره كبيره وانجازات تحقق التنميه المستدامه. ومن نجاح او من عوامل نجاح التنميه زي ما قلت لحضرتك، وهي الطرق والمحاور والخطوط اللي بتنقل المواطنين من والى الصعيد في توقيتات محدده وتوقيتات تنجز اعمالهم وتنجز التنميه. الفكره طبعا هي طبعا وزاره النقل المؤقره درست هذا الموضوع ووضعت خطوط عريضه لتنفيذ خطوط سكه حديد ولتحقيق التنميه وتحقيق سرعه وصول المواطنين لاقاصي الصعيد والمحافظات الصعيد. طب سيادة اللواء شريف، يعني حابين نتعرف من حضرتك كده ونعرف السادة المشاهدين خلال السنوات الأخيرة أهم وأبرز المشروعات التنموية في صعيد مصر. خلينا نرى مشهد التنمية في الصعيد. الدولة حققت تنمية في مجالات عديدة، منها زي ما ذكرت لحضرتك جسور التنمية في الطرق والكباري والمحاور، بناء المواطن وتحسين جودة حياته سواء كان في الصحة أو في التعليم، التعليم الجامعي، إنشاء الجامعات، زيادة عدد الفصول. والمحور الثالث وده اللي بيوفر فرص عمل وبيغطي مساحات كبيرة من الصعيد في مشروعات التنمية، وهي مشروعات الاقتصادية، سواء كان زيادة الرقعة الزراعية في صعيد مصر، إنشاء مصانع بتقوم على الزراعة والقيمة المضافة للزراعات. والأهم من ذلك طبعا المواطن الصعيدي لمس تنمية ولمس تطور كبير في الصعيد. يمكن الصعيد ما كانش في سنوات سابقة واخد الوضع الطبيعي على خريطة التنمية للدولة، لكن دلوقتي المواطن الصعيدي لمس يعني ايه تنمية، يعني ايه مشروعات، لمس اهتمام الدولة، لمس ازاي ان تطور حياته، وخاصه طبعا يمكن في المشروع العظيم والمشروع القومي وحياه كريمه وتوفير الميه الصالحه ومحطات الصرف والطرق والكباري وهكذا. طيب من الحاجات اللطيفه قوي الطراز او اختيار الطراز الفرعوني للمحطه، هل ده ليه علاقه بالهويه البصريه؟ خليني اقول لوجه قبلي. طبعا مهم قوي طبعا مشروعاتنا يمكن او مشروعات الدوله كلها في الصعيد طبعا بتاخذ من البيئه المحيطه ومن الهويه البصريه لكل مكان، والكلام ده يمكن شفناه في التصميم المعماري للمحطه، ويمكن مشروعاتنا كثيره جدا في الصعيد بترمز الى الهويه البصريه وبترمز الى البيئه الموجوده فيها هذه المشروعات. ده بيعكس ثقافة المنطقة وبيعكس الجذور والأصول لهذه المنطقة. طب إنشاء 4 مجمعات صناعية جديدة بتضاف للاقتصاد المصري، وكل مجمع فيه عدد كبير طبعا من الورش اللي بتفتح أبواب فرص عمل جديدة. حابين نعرف من سيادتك تفاصيل أكتر عن هذه المجمعات الصناعية الجديدة في الصعيد. طبعا التحديات اللي موجوده في الصعيد، وهو ما كان في السنوات السابقه ما كانش فيه فرص عمل، وبالتالي الدوله درست ازاي توفر فرص عمل بالاستفاده من الميزات التنافسيه اللي موجوده في كل اقليم وفي كل محافظه.
وهذه المجمعات طبعا زي ما حضرتك ذكرت هتوفر فرص عمل كثيره، سواء كانت فرص عمل مباشره او فرص عمل غير مباشره، وبتعتمد على الحرف والانشطه اللي في كل مكان في الصعيد. يعني كل مكان في الصعيد هذه المجمعات بتعتمد على اهالينا في هذه الاماكن والحرف والانشطه اللي هم بيجدوها وتورثوها عن الاجداد. المجمعات دي هتوفر فرص عمل، هتحقق تنميه، هتدي اقصى استفاده من الميزات التنافسيه اللي في هذه. جميل. طيب سياده اللواء، لو اتكلمنا عن الطاقه الاستيعابيه، خليني اقول للمحطه تقريبا كم راكب؟ المحطه طبعا بتصل لالافات، لان طبعا يمكن الصعيد انا زي ما قلت لحضرتك بشكل نسبه السكان فيه بتعدي 35 مليون مواطن، فبالتالي الحركه اليوميه حركه بتصل الى ارقام كثيره، بالاضافه طبعا ان هي بتوفر الانتقال من المحطه والى القاهره والى الوجه البحري. هذه المحطه بتستوعب اعداد كثيره سواء كان من او الى الصعيد. طب الى جانب كل المشروعات التنمويه العظيمه دي، فيما يتعلق بالكباري والطرق والمنشآت الصناعيه وغيره، كمان في اهتمام ببناء الانسان، يعني مهم جدا، محور اساسي في تنميه الصعيد ان يكون هناك تنميه للانسان في الصعيد. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر فيما يتعلق بالخدمات الصحيه والاجتماعيه اللي بتقدم لاهلنا في الصعيد. زي ما حضرتك قلت، هو التنميه ومحور التنميه وطبعا هو المواطن او الانسان، واهتمام الدوله بالانسان طبعا ده يعني اسس التنميه. وزي ما حضرتك بنرى كل يوم في توسعات في الوحدات الصحيه والمستشفيات وزياده سعه الاسره في المستشفيات، بالاضافه الى القوافل الطبيه، زياده عدد الفصول والتعليم الاساسي والتعليم ما قبل الجامعي، زياده عدد الجامعات، الجامعات الاهليه والجامعات التكنولوجيه، كل هذا بيؤدي الى بناء مواطن على اسس علميه يستطيع ان يخطط ويبني المستقبل. هي دي من الاعتبارات اللي الدوله وضعتها لتنميه المواطن في سبيل الوصول الى اغلى الغايات وتطوير الصعيد وتطوير المواطن الصعيدي. جميل. سيادة اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بنشكرك شكرا جزيلا، وبنصبح على حضرتك وعلى أهلنا في كل محافظات وقرى الصعيد.